وبوصول خادم الحرمين الشريفين بالأمس. هذه إضافات نوعية تؤشر على أن القمة العربية في عمان عندما تنعقد ستكون علامة فارقة أيضا على مستوى الحضور، فمستوى الحضور هو أيضا ميزة نسبية أعتقد لهذه القمة. نعم، أيضا بشار جلالة الملك على الدوام يؤكد على أهمية تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة كافة التحديات التي تعصف أيضا بالمنطقة العربية، ويؤكد أيضا حرصه على دعم كل جهد يصب في تطوير ومأسسة العمل العربي المشترك وبما يخدم قضايا الأمة وتطلعات شعوبها. نعود أعزائي المشاهدين الآن إلى الزملاء في الاستوديوهات المركزية في التلفزيون الأردني، فإلى هناك. السلام.
رأس الشرف. سلام. قف. نحن اليوم بانتظار وصول القادة والزعماء العرب. وصل الآن رئيس المجلس الليبي وسيواصل جلالته استقبال الزعماء العرب الذين سيترأسون وفود بلادهم في قمة عمان. هذه القمة التي ستوفر أفق لحلول سياسية لبعض قضايا الأمة، وكذلك ستتعرض لأهم المعضلات والتحديات، سواء كانت الإرهاب أو المشاكل الاقتصادية، وذلك عبر التعاطي معها بمسؤولية وفي نفس الوقت بإرادة توصل الجميع إلى حلول ملائمة تخرجنا من هذه، لنقل التحديات التي أصبحت على مدار 6 سنوات الجميع يطال بآثارها والجميع يعاني منها. الحرب على الإرهاب كما يؤكد الأردن كما أسلفت هي حربنا. نعم، الإرهاب بات يضرب المنطقة، وجلالة الملك لطالما حذر من هذا المرض اللعين، وحرص الأردن باستمرار على أن تكون هناك جهود دولية تشتبك مع جهود المجتمع الدولي لكي تكون هناك أثار ناجعة على مستوى المنطقة للحد من هذه الآفة التي يعاني منها العالم. يحرص الأردن أعزائي المشاهدين على تهيئة الظروف المواتية لإنجاح هذه القمة، قمة عمان خصوصا، وأن الدول العربية هي اليوم بأمس الحاجة
أيضا إلى تفعيل وتطوير العمل المشترك لمواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجه الأمة وشعوبها، وفي مقدمتها القضية الأولى إيجاد حل القضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة الدولة المستقلة وعاصمته القدس الشريف طبقا لمقررات الشرعية الدولية. إن الأوضاع التي تعيشها المنطقة يجب أيضا، وعلى رأي الكثير من المراقبين، أن لا تحرف الانتباه عن أولوية القضية الفلسطينية ومركزيتها، خصوصا في ضوء محاولات اليمين الإسرائيلي للابتعاد عن قرارات الشرعية الدولية والتخلي عن مبدأ حل الدولتين. من حيث التوقيت، قمة عمان أعزائي المشاهدين بعد 6 سنوات على الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة وحجم التغيرات والاختلالات التي شهدتها موازين القوى الإقليمية تأتي، ولذلك تعلق عليها آمال كبيرة. هذه الآمال يجب أن تكون محط اهتمام القادة العرب، والتي يعول عليها الشارع العربي أيضا أن تتخذ قرارات بشأنها ولو بالحد الأدنى. المملكة لديها أيضا التزامات كبيرة